بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي ان شاء الله اول حصه تفاعليه للتعليم عن بعد اليوم الثلاثاء 15/7، الماده لغتي الجميله الصف الخامس، مدرسه انجال الصفوه الاهليه. هنبتدي ان شاء الله تابع اختبار الوحده الثالثه. كنا خدنا يوم الاحد السابق اولا، ان شاء الله هنبتدي اليوم ثانيا. تفتحوا معايا صفحه 98 في الكتاب. في آخر الكتاب هتلاقي قطعة هنقرأها كويس وهنستخرج منها اسمين مقصورين، اسمين منقوصين، اسمين ممدودين، وأكتبها في المكان المخصص. القطعة نقرأها كده مع بعض: مناجاة وطني. وطني الحبيب الغالي أنت مصدر فخري، فمكانك السامي في نفسي يمنحني العزة والإباء. ذكرى ملاعب طفولتي في الربا الجميلة والكرة الهادئة تبعث في نفسي السعادة والهناء. عشت في رحابك بالأمس مطمئنا، فكيف لا أبذل جهدي اليوم في رفعة شأنك. تمام؟ طيب، نستخرج من القطعة اسمين مقصورين. الأول أفكركم بالاسم المقصور، هو اسم ينتهي بألف مقصورة غير منقوطة، تكتب على هيئة الياء غير المنقوطة أو تكتب على هيئة إيه؟ ألف قائمة. طيب، لو دورنا هنلاقي إن في اسمين مقصورين. أول واحدة إيه؟ لفتت نظري الربا. تمام؟ اسم مقصور انتهى بألف قائمة. طيب، وذكرى اسم مقصور انتهى بياء غير منقوط. طيب، نستخرج اسمين منقوصين. الأول نراجع، إيه هو الاسم المنقوص؟ اسم ينتهي بياء لازمة غير مشددة، مفيش في آخرها شدة، مقصور ما قبلها. تمام؟ زي مثلا مثال القاضي. القاضي. تمام؟ المحامي. تمام؟ طيب، نقرا كده أول سطر، هو موجود في أول سطر، هتلاقي كلمة الغالي والسامي، إن شاء الله بس هنكتبه، أنا لما ندخله على اللوحة بس اللي بعديها هنكتبه كل حاجة. تمام؟ طيب، بعد كده اسمين ممدودين. الاسم الممدود هو اسم ينتهي بهمزة قبلها ألف مد، فهتلاقي كلمة الإباء وهتلاقي كلمة، أنا مش واخد بالي أهو، تقريبا الهناء. تمام؟ انتهت بهمزة قبلها إيه؟ ألف. تمام؟ طيب، ندخل كده على اللوحة اللي بعديها. يبقى الاسمان المقصوران هتلاقي ذكرى وهتلاقي كلمة الكرة وفي الربع. طيب، والاسمان المنقوصان الغالي والسامي. الاسمان الممدودان هتلاقي كلمة الإباء والهناء. طيب، تاني حاجة رقم اتنين، استخدم اسلوب الترجي بلعل كتابيا للتعبير عن الآتي. طبعا هو هنا طلب مني لعل، احنا قلنا احنا نقرأ رأس السؤال كويس لأنه ممكن يطلب اسلوب تمني، فاحنا عارفين ان التمني بليتا والترجي بلعل، وعارفين برضو القاعدة ان بعد لعل وليتا بيجي الاسم منصوب، يعني لازم نغير في الجملة. طيب، اول جملة ادهمار الامطار على المزروعات، عايزين نستخدم لعل، هنكتب ايه؟ هتبقى لعل المطر او الامطار تنهمر على المزروعات، ممكن كده وممكن كده. تمام؟ اهم شيء هنحط لعل في بدايه الجمله، والاسم اللي بعديها هيكون منصوب زي ما انتم شايفين علامه الايه؟ الفتحه. ممكن نقول لعل الامطار تنهمر على المزروعات. طيب، التزام السائقين بنظام السير وآدابه. هقول برضو لعل السائقين ملتزمون
بنظام وآداب السير. تمام؟ طيب هنا السائقين، هنا الاسم منصوب، وقلنا النصب هنا بالايه؟ ها؟ بالياء. طيب أتمنى تحقيق الرغبات الآتية مستخدما كلمة ليت. أول جملة، حرص الجميع على احترام العادات والقيم في وطني. عايز استخدم لما نحط ليت، هتكون ليت الجميع حريصون على العادات والقيم في وطني. احنا استخدمنا ايه؟ ليت، الاسم اللي بعدها منصوب، هتبقى الجميع بدل الجميع. تمام؟ طيب ندخل كده في الجملة اللي بعدها، سلامة الأطفال من الإصابة بالأمراض المعدية. فهنقوله ليت الأطفال، ليت الأطفال، ونخلي بالنا لازم نحط الفتحة، يسلمون من الإصابة بالأمراض المعدية. طبعا أنا كتبتها لأن الباور بوينت بس في النقطة دي في مشكلة. تمام؟ طيب ننزل للسؤال رقم 4، أعيد صياغة العبارات الآتية باستخدام أسلوب الاستثناء. برضو نفكركم بأسلوب الاستثناء، أدوات الاستثناء إلا وسوى وغير، وبيأتي بعدها الاسم برضو منصوب. عمل المهندسين خرائط الأبنية وبقاء خريطة واحدة. طبعا لما نحولوها لأسلوب استثناء هنقول عمل المهندسون. ليه المهندسون؟ لأن هنا هتبقى فاعل، والفاعل بيبقى مرفوع مش بالياء، بيبقى مرفوع بالإيه؟ بالواو، لأنه جمع مذكر سالم. خرائط الأبنية إلا، هنشيل وبقاء وهنحط إيه؟ أسلوب أداة الاستثناء إلا، خريطة واحدة. طيب تاني شيء، انصراف الأطباء إلى منازلهم وبقاء الطبيب المناوب. طيب برضه هندخلوها في أسلوب استثناء، هنقوله انصرف الأطباء إلى منازلهم إلا الطبيب المناوب. وبكده نكون انتهينا من ثانيا. ان شاء الله بكره باذن الله هناخده ثالثا وبعده رابعا، وان شاء الله من اول الاسبوع الجاي هندخل ان شاء الله في مدخل الوحده الاخيره او الرابعه.